والنهارده الحمد لله اختبار الحمل موجب والبيبي بتاعنا موجب. الف 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 مبروك. وانا والله بشكرك جدا يعني. انا عندي امل وبعد كده يئست شويه، بس لما حملت بقى يعني حصل لي كده يعني زي فرحه كده وما كنتش مصدقه، ومش عارفه عشان عملت كذا عمليه وخدت علاج كتير ويئست بقى خلاص بقى، بس الحمد لله. كانت ايه مشكلتنا؟ التصاقات. التصاقات فين؟ في الرحم وعلى جوه تجويف في الرحم. انا عاوز اوضح للناس حاجه، بسمه ملف ضخم، ملف كبير. ايوه. بيقول ايه بسمه؟ انها ولدت قيصريه. ايوه. وجابت سلمى. ايوه. وبعد كده دخلت في توقف دوره. تماما. قطعت الدوره. نتيجه التصاقات داخل الرحم. ايوه. حصل ايه؟ حاجه اسمها اشرمان. اشرمان يعني ايه؟ انتراترال سانيك. يعني ايه؟ يعني تجويف الرحم الداخلي تليف. مبقاش في تجويف رحم. الحمد لله. يعني جدار الرحم الامامي والخلفي قفلوا على بعض. تليفوا. عملتي منظار. ايوه. مره واثنين وثلاثه وعشره. عشرات المناظير. في كل الاماكن، في كل المستشفيات. ايوه. في كل الدنيا. ايوه. ورحت لدكاتره كتير واكبر دكاتره في مصر يعني. وقفلت ان حالتي خلاص في الطب متاخره ومفيش امل يعني غير في ربنا بس يعني. مش كده؟ تخيلي كلهم قفلوا وقالوا مفيش امل غير فين؟ في ربنا. شفتي ربنا بقى؟ يلا. ربنا بيقول في القران وهو عليا هين. 15/2/2020 عملنا المنظار وكان فيه التصاقات. ايوه. وعملنا منظار تاني لما قلت لي هنعمل تاني، قلت لك هنعمل تاني وتالت. لغايه لما نقضي على الالتصاقات. فضلنا على الالتصاقات، في كل مره تيجي بتقولي لي هكمل هنكمل. اخر منظار 3/10/2020. والنهارده الحمد لله اختبار الحمل موجب والبيبي بتاعنا موجود. الحمد لله. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك. اللهم لك الف حمد. الحمد لله. من احلى الحالات واجملها الانتراتراين ساينيكيا، التصاقات داخل تجويف الرحم، الرحم راح تليف تماما، مفيش بطانه تعمل دوره شهريه، الجسم غير مؤهل ان يحصل حمل فيه بالرغم ان الانابيب كويسه وبالرغم ان المبيض كويس، كله اتحل تاني ورجع تاني بفضل ربنا وبكرمه وبعطائه وبدعمه المستمر، ويفضل دعمه مستمر. الله يبارك فيك يا مبروك.